طبيعي عشان مدير إقليمي لإدارة التربية الوطنية بالرشيدية. إذا نتواجد اليوم بثانوية واحد الخامس كل منا اللي إشرافي على تنظيم نشاط تربوي هام، نشاط جوهري يصب في عمق الإصلاح ديال المنظومة التربوية، ويتعلق الأمر بتنظيم مجموعة من الورشات العلمية تهدف إلى إدماج العلوم اعتماد اللغات خصوصا في المواد غير اللغوية، من ذلك كذلك في السياق ديال تنزيل المشروع المندمج 2007 الخاص بتطوير النموذج البيداغوجي. هذا اللقاء يتم بتنسيق تام مع الجمعية المغربية لمدرسي اللغة الفرنسية مشكورين من خلال التنسيقية الإقليمية لهذه الجمعية، واللي كنشكرهم جزيل الشكر على بلورتهم لهذه المشروع الهام، واللي نأمل من خلاله يعني تعميم هذه التجربة ديال إدماج العلوم باعتماد مادة اللغة الفرنسية كمدخل أساس للارتقاء بتدريس المواد العلمية. كذلك نأمل أن نعممها على جميع مؤسسات التربية الكويت من خلال بوابة أساسية هي بوابة التوجيه، خصوصا مع العلم أن صاحب الجلالة في الخطاب الأخير حتى على الارتقاء بمنظومتين أساسيتين، منظومة التعليم الأولي ومنظومة ديال إعادة النظر، الارتقاء بمنظومة التوجيه. والآن ونحن نشهد هذا النشاط هو ترجمة لهذا التوجيه. وبالمناسبة نشكر السيد مدير المؤسسة على احتضانه لهذه التظاهرة التربوية المتميزة، كما نشكر من خلاله كذلك كافة الأطقم العاملة إلى جانبه، ونشكر الجمعية المغربية للمدرسين وشركائها خاصة دار العلوم الشرقية بوجدة اللي ساهموا بشكل كبير في توفير المؤطرين والمنشطين والوسائل اللوجستية لتنزيل هذا المشروع. فشكرا جزيلا لكل من ساهم في تنزيل هذه السياسة ديال وزارة التربية الوطنية على أرض الواقع. شكرا جزيلا. إذا اليوم نتواجد بثانوية إقليمية محمد الخامس بكلنا، وهي ثانوية غريس سابقا، هي ثانوية معروفة على الصعيد الوطني فيما يخص التحصيل الدراسي وفيما يخص ما هو مرتبط بالعلوم. والان في اطار واحد اليوم ما غاديش نقولوا يوم تكويني، وانما يوم ديال التعرف على الثقافه العلميه كما قال المسؤول على هذه الورشه هذه، وهي 16 ورشه ارتأتها لو سي بي ديالنا ديال الرشيديه اللي متابع للجمعيه المغربيه للمدرسين مدرسات اللغه الفرنسيه بحضور الاخوان ديالنا في بيتنغير وبحضور الرئيس الفعلي للجمعيه الوطنيه. يوم حافل وكيدخل في اطار تنزيل والمساهمه في تنزيل المشاريع المندمجه لوزاره التربيه الوطنيه اللي هي في الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2016، ومرتبطه خاصه بالورش الاصلاحي الكبير اللي مرتبط بتدريس العلوم. حنا ما غاديش نقولوا المواد الغير لغويه، ولكن غادي نقولوا بانه المساهمه ديالنا كجمعيه كفاعلين مجتمعيين الى جانب الوزاره الوصيه في تنزيل هذا البرنامج اللي هو برنامج طموح ديال المساعدة على ما هو علمي، المساعدة على التدريس باللغات اللغة الفرنسية. وهناك واحد المشروع اللي هو مشروع كيندمج وكيمشي في نفس التصور العام ديال المكتب الوطني. إذن حنا كنتواجدوا كيف شهر سي عبد الرزاق عزاوي الكاتب ديال الكتب الإقليمي الرشيدية الثانوية عريقة اللي هي ثانوية محمد الخامس. حنا الآن في إطار واحد لقاء تحسيسي ديال تبسيط العلوم اللي كان تنظمو الكتب الإقليمي لجمعية مدرسي اللغة الفرنسية بالمغرب بالرشيدية مع دار العلوم التابعة لمؤسسة عمر العزيز الفرنسية لا فونداسيون، ماشي ليسي، لا فونداسيون عمر العزيز الأقسام التحضيرية. والهدف من هاد 16 ورشة اللي كتنظم اليوم هو أنه نقربوا العلوم التلامذ، وتدخل في اطار البرنامج السنوي ديال الجمعيه على المستوى الوطني واللي بدات الرشيديه وتنغير كذلك في التنفيذ ديالو، وهو اننا بغينا نهتموا
بالمواد العلميه اللي اليوم اصبحت تدرس باللغه الفرنسيه، وبغينا باش نساهموا كذلك في تبسيط هذه العلوم التلاميذ باش نحببوهم في العلوم، باش يكون التوجه ان شاء الله في التوجيه ديالهم للعلوم. ولكن بالخصوص بغينا كذلك نشتغلوا من بعد مع الاساتذه في ضبط المفاهيم العلميه باللغه الفرنسيه، وخاصه استعمال اللغه الفرنسيه في تدريس هذه المواد العلميه، وكيف الشرط في غزاوي هادشي كيدخل بطبيعه الحال مجموعه من المشاريع اللي جا بها الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030 ديال وزاره التربيه الوطنيه. هذا اللقاء بطبيعه الحال ماشي هو الاول من نوعه، اشتغلنا السنه الماضيه مع دار العلوم اكادير، وهذا العام في الرصيديه، وان شاء الله العام الجاي على ما اعتقد تنغير. Fatema Ishawa, la secrétaire générale adjointe du comité provincial de Rachidia de l'Association marocaine des enseignants de français. Donc justement, notre comité a proposé cette année une caravane de sciences intitulée 16 ateliers scientifiques au service des disciplines dites non linguistiques. Alors le choix de ce thème vient du fait qu'on veut rester fidèle aux objectifs de notre association, à savoir servir les matières scientifiques dans nos classes qui ont déjà commencé à être enseignées en français. Et donc on a préparé cette caravane. C'est une caravane qui est animée par la Maison des Sciences de l'Oriental, une maison qui s'intéresse à la promotion des sciences sur l'échelle nationale. Alors les bénéficiaires, on a réussi à atteindre 1500 apprenants bénéficiaires, sans compter nos invités qui sont pas loin d'une centaine, et les adultes qui sont venus donc bénéficier de nos ateliers. Les ateliers, il y a tout ce qui a une relation avec les sciences, les mathématiques, l'informatique, la médecine, génie civil et le planétarium. Il a eu un grand succès, donc il a été trop visité. Rachid Jfiri, مهندس دولة الهندسة المدنية، وعضو في مؤسسة جمعية مؤسسة عمر بن عبد العزيز. نعم استاذ، بغيت تحدد الاطار ديال اللقاء الافتتاحي ديالو، علاش اختاريته بالضبط بالمملة تنظيم هذا التضامن؟ هو ماشي اختيار بقدر ما هو يعني جاء سويت لواحد النشاط اللي دار العام اللي فات في واحد الواحة اللي قريبة من هنا اللي هي تلوين. كنا درناها بحكم اننا كان عندنا اتصال بواحد السيد اللي هو ولد تلوين، حتى هو مهندس دوله، كان صديق ديال الدراسه الى اخره. جينا العام اللي داز دونك درنا تقريبا نفس النشاط، واخا هو كان بواحد الطريقه اخرى، مي نفس الاهداف، نفس النشاط، نفس الفريق. وداك العام دونك عطينا واحد الوعد، باسكو كانوا الناس ديال لاميف ديال الجمعيه المغربيه لاساتذه اللغه الفرنسيه، وكان الى بغينا نقول واحد اتفاق مبدئي العام اللي داز انه الدار هنايا في قلميمه، بحكم انهم هما عندهم الفرعيه ديالهم في الرشيديه، ويقدروا نقولوا باللي الاختيار كان جا بليطو من عندهم انها الدار في قلميمه. الهدف استاذ، الهدف الاساسي؟ الهدف الاساسي من النشاط كيف ما كاع الانشطه اللي كنديروهم انطلاقا يعني من مؤسسة دار العلوم يعني الجهة الشرقية اللي هي كتنتمي لمؤسسة عمر بن عبد العزيز، هو تبسيط العلوم يعني للناشئة، وخلق واحد النوع من الثقافة العلمية لهم، لأنه كنشوفوا أنه فعلا هذا إلا بغينا نقولوا هذه المرحلة أو المرحلة العمرية اللي كيفوتوا فيها، يعني هي المرحلة الأنسب باش أنهم يكتسبوا واحد الثقافة علمية، ويعني يتشبعوا يعني بكل ما هو علوم الى اخره، لانه ما غاديش يختلفوا جوج على اساس انه العلم وخصوصا العلوم يعني هو سر من اسرار تقدم اي امه بصفه عامه. هذا هو الذي الاستاذه ميمونه ايت بحدو، استاذه ماده علوم حياه الارض مؤسسه الامير مولاي رشيد بقلميمه. تنتقدموا بالشكر الجزيل للقافله اللي نظمت هذه الورشات. بالنسبه للتلاميذ استفدنا بزاف كأساتذة، وكذلك التلاميذ استفدوا بزاف.
خصوصا يعني بالنسبه للمواد العلميه، خصوصا ماده الاس بي تي التدريس ديالها بالفرنسيه، وان شاء الله غادي نحاول باش اننا نوصلوا كل ما استفدناه للتلاميذ ديالنا. وكنعاود ثاني مره شكرا جزيلا للقافله اللي تحملوا عنا السفر واستفدنا منهم بزاف. والسلام عليكم. جو مابيل اسماعيل جبار، بروفيسور دي سيونس دو لا في دو لا تير نيفو كوليجيال و ليسي كوليجيال دو تيلوين ريجيونال ديريكسيون بروفانسيال دي راشيديا. J'ai participé à cette caravane scientifique qui est très importante, qui a été réalisée par l'association AMEF en collaboration avec la maison des sciences qui est venue de Oujda. Donc cette occasion est une opportunité pour les élèves afin de manipuler, afin de regarder d'une façon concrète les phénomènes scientifiques. Parce que le problème de l'enseignement des sciences, et notamment des sciences de la vie de la Terre, c'est qu'ils sont cernés dans ce qui est théorique. Donc le problème, c'est le passage de ce qui est théorique à ce qui est pratique. L'élève, elle est devant beaucoup de notions scientifiques qui sont difficiles, qui sont très complexes, vu qu'elles sont restées dans ce qu'on appelle dans le contexte théorique. Alors le passage de la théorie à la pratique, il va permettre à l'élève de comprendre pas mal de choses, beaucoup de phénomènes scientifiques en biologie, en nanotechnologie, en astronomie, etc. Donc je remercie donc l'association AMEF pour cette opportunité, pour cette occasion. Je remercie aussi la maison des sciences qui est venue de l'Orient, exactement de Oujda, parce que ça va nous faciliter, nous en tant que prof, la tâche, parce que quand l'élève est mis devant un phénomène scientifique qui est concret, ça va lui faciliter l'assimilation, ce qu'on appelle l'acquisition de ce phénomène scientifique au niveau de la classe. Donc je souhaite que ces caravanes scientifiques soient fréquentes et soient abondantes dans le bien des élèves, et surtout pour le bien et pour faciliter la tâche aux professeurs. السلام عليكم، سميتي حسن زكو. جيت جابونا المدرسة نتاعنا بريفي غريس، جابونا قالوا لنا راه كان شي ورشة غيجي واحد الجمعية. تنشكروا بزاف هاد الجمعية اللي جات عندنا، جاو لي زانجينيور، كلشي جا حتى علمنا شي حوايج كاع ما كنا غادي نعرفوهم، تجاو هما حتى علمونا وهكا وهكا، صراحة عرفنا كلشي. وكنشكروا هاد الرئيس نتاع هاد الجمعية، تنقول لهم حتى العام الجاي عاوتاني ومرحبا بهم في كلمه. سميتي ابتسام، كنقرا في ترونكوما سيونتيفيك في مدرسه عموميه محمد الخامس، واليوم جاو لي زانجينيور والاطباء، المهم داكشي، وعلموا لينا اللي بغى يتبع ليكونومي شنو هي ليكونومي لونتربريز، اوسي لي برودوي اللي ورات لينا الاستاذه ملك. وكنشكر بزاف الاستاذ المدير وجميع الاساتذه اللي كيقراو في هذه المؤسسه، وشكرا.